السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من لقاء خاص. في هذا اللقاء نتشرف باستضافة فضيلة الدكتور محمد سعيد باه، المفكر السنغالي والأمين العام للمنتدى الإسلامي للتنمية والتربية في السنغال، للحديث حول الظاهرة الإسلامية، ما يمكن تسميتها بالظاهرة الإسلامية في تلك البلاد، والحديث عن تشكيلاتها وآفاقها وموضوعات ومحاور أخرى كثيرة بإذن الله تعالى. أرحب بك معنا دكتور. حياكم الله. حياكم الله. بارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور. نحن في الحقيقة أمام يعني بلاد مهمة، بلاد إسلامية مهمة في منطقة أيضا مهمة في إفريقيا، والحديث عنها يقتضي التعريف بها أولا، هذه الدولة من حيث الموقع ومن حيث الأهمية الاستراتيجية ومن حيث كونها بلدا مسلما مهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج الجيد وفي هذه القناة التي تقوم بدور إشعائي وتعليمي وتوجيهي، له مكانته وسط الإعلام، ونتمنى لكم مزيدا من التوفيق والتعلق. السنغال دولة إفريقية وتقع في أقصى نقطة من منطقة غرب إفريقيا. إفريقيا مقسمة إلى جنوب ووسط وشمال وغرب. السنغال تقع على آخر نقطة من غرب إفريقيا وتقع في مواجهة أمريكا، بالتحديد عاصمة الدكار للسنغال تواجه مدينة نيويورك، وبينما خط مباشر طيران. وتحف السنغال عدد من الدول في الشمال موريتانيا، وبينما نهر السنغال الكبير الشهير المعروف تاريخيا لدوله له دور كبير. في الشرق عندنا جمهورية مالي التي تعاني من بعض المشاكل، والوجود الإسلامي فيها عريق جدا. وكذلك عندنا في الشرق والجنوب غينيا كوناكري، ثم في الجنوب مباشرة غينيا بيساو، وداخل السنغال على شكل لسان في فم دولة صغيرة تسمى غامبيا. والسنغال تقع على المحيط الأطلسي بساحل يتجاوز 500 كيلومتر. إذن هذا هو الموقف الجغرافي للسنغال، وبذلك نرى أنها دولة استراتيجية مقابل أمريكا، ومدخل لإفريقيا من الجنوب ومن الشرق كذلك، ثم من الشمال مدخل للعالم العربي عبر شمال إفريقيا، لكن تواجه كل من أمريكا عبر المحيط الأطلسي وتواجه أوروبا كذلك. دولة موقعها استراتيجي، ودولة كذلك من حيث التاريخ والفعل السياسي والحضور الدولي دولة لها وزنها. نعم، من حيث النظام السياسي هي دولة ديمقراطية تجري فيها الانتخابات، يتغير الرؤساء على ما يبدو. السنغال تعتبر دولة ديمقراطية بمفهوم متقدم جدا بالمقارنة إلى كثير من الدول في العالم الثالث، حتى مع بعض الدول الأوروبية. أول شيء الانتخابات بدأت في السنغال في القرن التاسع عشر، بدأوا ينتخبون العمرة والمسؤولين الحكوميين ومسؤولين الأقاليم وإلى آخره. لكن الانتخابات التي بدأت تجري بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1960 كانت انتخابات إلى حد ما تشبه الانتخابات الأخرى، لكن بعد عام 1980 فساعدا أثبت الأنظمة الديمقراطية والقوانين الانتخابية أحسن ما تكون، بحيث الآن الأفق الديمقراطي عالي جدا، والسقف الحريات العامة عالية جدا، والحريات العامة عالية كذلك. في السنغال اليوم ننتخب في الصباح أو في المساء، ثم بالليل الرئيس الحالي يهنئ رئيسه خلفه الذي تم انتخابه، وغدا الناس يذهبون إلى أماكن عملهم وإلى نشاطاتهم، بمعنى أن أثبت الانتخابات ممارسة عادية بالنسبة ولا يوجد انقلابات بطبيعة الحال. لم تشهد السنغال حتى الآن ولله الحمد والمنة أي حركة انقلابية. نعم، هي بلد مسلم، بلد طبعا مسلم، بلد مسلم وبالامتياز دخلها الإسلام في نهاية القرن الأول الهجري، باعتبار أن الإسلام عبر الصحراء الكبرى ووصل إلى شواطئ المحيط الأطلسي، حيث السنغال اليوم وموريتانيا ومالي. نعم، هذه المنطقة دخلها الإسلام في نهاية القرن الأول الهجري بعد حركة عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك الحين الإسلام يتمدد ويتقوى، والتجارب الإسلامية الناضجة كذلك. اليوم المشهد مكون من أن السنغال تصنف دولة إسلامية بالدرجة الأولى، باعتبار أن نسبة المسلمين تصل إلى 5 أو 7 أو 90%.
من بين السكان. وهناك ما تسمونه الظاهرة الإسلامية في السنغال، ماذا عن هذه الظاهرة الإسلامية الحديثة؟ هل نحن نتكلم عن حضور إسلامي بالمعنى الإسلامي قوي؟ ولا نتحدث عن تجدد الحياة الإسلامية؟ نعم، نتجدد عن الفعل الإسلامي، نتجدد محاولة جديدة لإحياء الوجود الإسلامي ويعني تنظيمه وجعله يواكب الحياة الحديثة والتخلص من بعض المؤوقات التي حدثت في حياة المسلمين. إذن فهنا نتحدث عن الظاهرة الإسلامية أو الحالة الإسلامية في السنغال. أما من حيث الوجود قلنا الآن هو الآن ممتد من القرن، ثم شهدت السنغال والدول المجاورة لها محاولات لإحياء الدولة الإسلامية، محاولات إصلاحية عامة، حوالي 4 أو 5 حركات إسلامية، وصل بعضها إلى إقامة إمارات إسلامية متقدمة عمرت أكثر من قرن. مثلا دولة الأئمة في فوتاتورا في شمال السنغال، هذه الدولة نشأت في عام 1776 فعمرت إلى نهاية القرن 18، وكان تطبق النظام الإسلامي في التعليم وفي التربية وفي الجهاد وفي الإصلاح وفي محاربة الاحتلال ومحاربة الرق الذي كان منتشرا في تلك الفترة في هذه الحي في هذا الحيز الجغرافي. إذا نتحدث عن محاولة إحياء الدولة الحياة الإسلامية بعد تخليص المسلمين من شوائب كثيرة عكرت حياتهم الإسلامية طيلة الفترة التي عقبت الاحتلال الأجنبي الذي حاول كل المحاولات لتحجيم الإسلام ولتشويه صورة الإسلام ولجعل الإسلام مجرد تراث ولإلحاق الناس بالركب الحضارة الغربية، أي بمعنى تغريب المجتمع. تغريب المجتمع. بهذا المناسبة ماذا عن النفوذ الفرنسي والغربي في السنغال تحديدا؟ هل هو نفوذ قوي الآن أم هناك نوع من الاستقلالية؟ هناك نوع من الاستقلالية طبعا، يزداد هذا النوع من الاستقلال، وإن كانت القوة الناعمة لا تزال تفعل فعلها من المنظور الاقتصادي ومن المنظور السياسي ومن المنظور الثقافي والفكري، هذا موجود. لكن الذي يجب أن ننبه عليه كذلك ونركز عليه ونسلط عليه الضوء هو أن هناك تيار جارف لمحاربة أي وجود أجنبي وخاصة الفرنسي، ليس فقط في السنغال وإنما في غرب أفريقيا عموما. الآن السنغال مالي رغم أنها جراحتها صعبة جدا، ومع ذلك استطاعوا أن يطردوا أو أن يتخلصوا من جزء كبير من النظام الفرنسي. اليوم اتفاقيات التعاون العسكري والاقتصادي كلها تم إلغاؤها، والآن النظام المالي الآن في هذا الطريق، وكذلك المحاولات موجودة في دول أخرى في بوركينا فاسو. إذن في السنغال كذلك تيار معادي للوجود الفرنسي بأي شكل من الأشكال، ونتوقع أن هذا التيار ستنام وسيتخلص في النهاية من النظام الفرنسي بكل تبعاته وبكل مساوئه التي أرقلت جهود التنمية وجهود التحرر وجهود العودة إلى جذور الإسلام بالأسارة وبالقوة ومع الهوية الإسلامية وإعادة بناء الشخصية المسلمة بالشكل الصحيح الذي نحن نتطلع إليه. إذن فهناك تيار معادي لهذا الوجود الفرنسي والسعي الحثيث والمنطقي كذلك والمؤسس على معطيات واقعية للتخلص من هذا الوجود تخلصا نهائيا. نعم. البعض يسأل دكتور محمد أنه الآن هناك سعي وإرادة حقيقية للتخلص من النفوذ الفرنسي وهو استعمار تقليدي معروف، لكن هل في المقابل سيكون هناك قبول لأي تدخل أو نفوذ آخر؟ لأنك تعرف أن القوى الكبرى في العالم أمريكا، الصين الآن وغيرها من القوى لها أطماع في 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 هذه القارة الغنية بالموارد، وسنأتي للحديث في هذا الموضوع تحديدا في السنغال. يعني قبل قليل تكلمنا أن هناك موارد كثيرة من النفط في السنغال، وبالتالي هل الناس ستوقف التدخل الفرنسي وتسمح بتدخل آخر، أم أنه سيكون فعلا هناك استقلال حقيقي مستقبلا؟ المسألة تحتاج إلى موازنات، لأن هذه الدول الآن في الوقت الحاضر في الجيوسياسي الحاضر الآن في العالم كله الآن، نعم، سيصعب التخلص من أي نفوذ خارجي، نعم، باعتبار أن وضعنا لا يمكننا من الاستقلال الكلي، لكن على الأقل سيكون ذلك خطوة إلى الأمام، وسيكون ذلك تخلصا من إرث ثقيل. تصور أن فرنسا استعمرت بعض الدول 100 سنة، 150 سنة، 130 سنة. إذن فالآن الناس لم يعودوا يتحملون هذا الوجود الذي أصبح إبعا ثقافيا فكريا وجدانيا روحيا إلى آخره.
إذن الناس يتخلصون من ذلك. فعلا هناك ما أشرت إليه ملاحظة قوية جدا، وهي أن هناك قوى متربصة، بل هناك قوات تسعى إلى إزاحة فرنسا لتحول محلها. فهذا موجود في الصين، موجود الآن بقوة الآن من خلال المشاريع ومن خلال الاتفاقات. والآن تسمع كل سنة أو كل عام مؤتمرات الإفريقية الصينية الإفريقية كذا، الصينية يابانية حتى السعودية، أخير مؤتمر سعودية إفريقية أمريكية، وقبلها سعودية إفريقية. إذن فهناك تنافس قائم ومحموم على هذه المنطقة باعتبارها كما أشرت إلى ذلك الآن أرصدة ضخمة من الإمكانات، والناس يتهافتون على ذلك. أنتم تعرف أن هؤلاء الناس لا يهمهم إلا مصالحهم. إذا كانت المصالح المادية تتحقق في هذه المنطقة فهم يتهافتون عليها، وليس تهافتا جديدا، لا، هذا الآن أصبح الآن حوالي 3-4 عقود. أنا أتذكر من العام 1975 بدأ الأمريكان ينزلون واليابانيين وغيرهم الآن ينزلون من منظور اجتماعي، بما يرسلون المتطوعين، يسمونهم بالوكالة الدولية للتعاون الدولي، يرسلون المتطوعين يتكلمون اللغات المحلية والوطنية ويدرسون العادات. لماذا؟ يريدون أن يصبروا غور المجتمعات، وأن يتعرفوا على أقلياتهم، وأن يتعرفوا على عاداتهم وتقاليدهم، بحيث غدا إذا جاءوا لغزو آخر يخلفون الفرنسيين يكون موطئ قدم، ويستطيعون أن يتغلغلوا في المجتمعات دون حزازيات. ولكن مع ذلك الناس الآن، الوعي الآن الجماهيري وخاصة عند الأجيال الساعدة، فهذا الوعي الآن يتنامى ويتقوى، ونتوقع أنه سيتصدى لكل هذه المحاورات. سيكون التعامل هذه المرة أحسن، وسيكون مبنيا إن شاء الله تعالى على المصالح المشتركة والتبادل من الندي في المستقبل القريب، اعتمادا على وعي الشباب وعلى أن العالم تغير كثيرا، والفرنسيون لم يفهموا ذلك للأسف الشديد، ولذلك سيخسرون كل شيء وسيخرجون من المنطقة بإذن الله تعالى. ما المقومات التي تمتلكها تلك المجتمعات؟ البعض ينظر إلى تلك المجتمعات بأنها مجتمعات متخلفة، طبعا بفعل الاستعمار الذي كان موجودا وكان معنيا في الحقيقة بتخلف هذه المجتمعات وبعدم تقدمها وازدهارها، وأيضا عدم القدرة على استغلال أو استثمار الموارد الموجودة. يعني أنتم كما ذكرتم قبل قليل لديكم عضوية في لجنة تطوير البلاد في السنغال واستثمار هذه الموارد، والحديث عن يدور عن نفط مكتشف هناك وعن إمكانية استثماره. هل بالفعل هناك مقدرة على ذلك؟ التنمية مسألة الإنسان أولا، قبل أن تكون مقدرات، قبل أن تكون، لأن نحن في تركيا، تركيا ليست دولة موارد، اليابان ليست دولة موارد. إذن فالأصل في هذه التنمية هو الإنسان. فهناك الآن الاهتمام بالإنسان من حيث بنائه عقليا وبنائه فكريا وبنائه وجدانيا وبنائه حتى انتماء، لأنه لا في السابق كان بالمناسبة هذا ما تقومون به في المنتدى الإسلامي للتنمية والتربية، نحاول وغيرنا نحاول أن نبني الإنسان وأن نعيد بناء شخصية الإنسان، بحيث أن يكون هذا الإنسان إنسانا فاعلا، ويكون إنسانا حاضرا شاهدا كما يقول القرآن الكريم، ولتكون شهداء على الناس. فأداء شهادتي يبدأ بوعي الإنسان بنفسه وبإمكاناته وبحضوره وبخلفيته وبعلاقته مع الآخرين. إذن بناء الشخصية الإنسانية أول شيء، هذا هو المنطلق. لماذا؟ لأن الذين استعمرونا وحدوا بلدنا من أين دخلوا علينا؟ بتذويب الشخصية المواطن، لم يعد له شخصية قوية مقاومة حاضرة شاهدة. ولذلك ركزوا على ماذا؟ على ماذا؟ وهنا مساوئ أو أكبر مساوئ الاستعمار أو الاحتلال الفرنسي، وهو تذويب الثقافات. هم يعملون على تذويب الثقافات، بمعنى يحطمون المقومات الثقافية للمجتمعات. لماذا؟ لأن الإنسان لما يكون واعيا وحاضرا، ثقافته حاضرة واعية متحركة، ويستند إلى تاريخ شعبه وأمته، فهذا الإنسان سيكون من صعب الاستيلاء عليه والهيمنة عليه وفرض الوصاية عليه. ولذلك الآن العمل في إفريقيا الآن متركز أساسا على إعادة بناء الشخصية الإفريقية في انتماءاتها الإسلامية، في انتماءاتها الدينية، في انتماءاتها الاجتماعية، في انتماءاتها المتنوعة. لكن الأساس هو أن يكون انتماء، ولا يرنو إلى الغرب نظرة الدونية، ولا يرنو إلى الغرب أنه النموذج الكامل. لا، الآن الناس حتى المواطن البسيط اليوم اكتشف الوجه البشع للغرب في تعامل مع القضايا العالمية، قضية الحريات ونهب الثروات ومساندة الباطل وتشجيع الحكام المبطلين.
إذا هذا الوجه الآن انكشف بعد أن ظل لفترة طويلة ورأى قناع براق بأنه متحضر ويحضر الناس وله قيم أولياء يستند إليها. إذا فإزالة هذه الغشاء والتي كانت على عين الناس هذا مقاوم أساسي. والمقاوم الثاني هو أن هناك الآن تعليم وتيار التعليم اليوم متنوع. كان فقط التعليم كان تعليما غربيا، اليوم الناس يدرسون في تركيا، في السعودية، في الكويت، في قطر، وفي اليابان، وفي الصين. هذا التنوع الثقافي من مصادر أخرى والخروج من القوقعة الأوروبية الغربية، فهذا أعطى الناس كذلك رؤية أخرى للعالم بعد أن يطلعوا عليها. ثالثا، العامل الثالث من المقومات التي يمكن أن نقولها أو نطرحها في هذا المسار الآن، هو الناس الآن يعودون إلى جذورهم. مثلا المسلمون اليوم أكثر واعيا بدينهم، حتى المثقف المتغرب الذي تشرب الثقافة الأوروبية الغربية الإيطالية أو البريطانية أو الأمريكية اليوم يعود إلى نفسه ويعود إلى جذوره. إذن هذه المقومات وغيرها يمكن التعويل عليها لنقول بأن الناس سيكون في المرحلة القادمة أقدر وأقوى على أن يستغلوا ما هبهم الله من ثروات وأرصدة ضخمة، من حيث يكون ذلك في مصالح بلدانهم وشعوبهم بدلا من أن تكون محل نهب للآخرين. نعم، هذه ما تفضلت به أيضا ينطبق على السنغال، التي كما يقول مراقبون بأنها مرشحة للنهضة في الفترة القادمة. عن مقومات تلك النهضة التي ترتكز عليها السنغال سنتساءل بعد فاصل قصير مع جنابكم الكريم دكتور محمد سعيد با، الأمين العام للمنتدى الإسلامي للتنمية والتربية في السنغال، ونعود بعد فاصل، فتفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور محمد سعيد با، المفكر السنغالي، الأمين العام للمنتدى الإسلامي للتنمية والتربية في السنغال. مرحبا بك معنا دكتور، حياكم الله. دكتور، كنا نتساءل قبل الفاصل عن أن السنغال مرشحة للنهوض في المستقبل القريب، ما مرتكزات ومقومات هذه النهضة؟ المرتكزات متعددة متباينة في أثرها وفي موقعها في الخريطة، لكن يمكن إجمالها في الآتي. أولا، موقع السنغال الاستراتيجي، ذكرنا صورة عامة عن ذلك، وهذا الموقع الاستراتيجي اليوم الناس يبحثون عنه. ممكن نسمي السنغال اليوم جسرا بين الحضارات أو جسرا بين القارات، فهذا الموقع الاستراتيجي. ثانيا، استقرار الاجتماعي، وهو السنغال يعتبر اليوم الواحة الآمنة في بحر لجي من الثورات ومن الحركات ومن الانتفاضات ومن الانقلابات. ذكرنا أن البلد الوحيدة في أفريقيا تقريبا لم يشهد الانقلاب حتى الآن هو السنغال. إذن فهذا عامل أساسي كذلك، بالإضافة إلى عامل الموقع الجغرافي. العامل الثالث هو التجانس الاجتماعي. السنغال طبعا هناك مكونات إرقية، لكن استطاع المجتمع السنغالي أن يتناغم بعضه في بعض، وأن يكون هناك تجانس من الشمال إلى الجنوب ومن القبائل المختلفة حتى من الديانات، رغم أن الديانة الإسلامية الدين الإسلامي هو المسيطر إلى 95% أو 97%، رغم ذلك هناك تجانس، هناك مواءمة بين هذه المكونات، ما أعطى المجتمع نوعا أو قدرا من الاستقرار الاجتماعي. هذا عامل أساسي. ثالثا، دولة القانون موجودة، دولة القانون، بمعنى أن المواطن يشعر أنه في حماية دولة وأن مصالحه مرعية، وأن المستثمر الأجنبي يأتي إلى السنغال وهو مطمئن بأن أملاكه ومدخراته واستثماراته ستكون في حماية القانون، بأن حتى رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يستولي على فلس واحد من جيب مواطن أو من جيب المستثمر. إذن فهذا عامل أساسي كذلك فيما يتعلق بهذا الجانب. الجانب المرتكز الرابع هو الشعب السنغالي شعب مثقف ومتنوع الثقافات كذلك، وعميق كذلك الفكر كذلك. إذن أنا ما أتحدث الآن، إذا ذهب الآن إلى المنتديات الدولية وإلى الجامعات في العالم تجد بصمة أو بصمات المثقفين والمفكرين السنغاليين باللغة العربية وباللغة الصينية وباللغة الفرنسية وبالإنجليزية. إذن فشعب ذكي، وهذا الذكاء استثمر إلى حد كبير في تنمية الجانب الفكري والجانب الوعي وجانب الحضور الفكري العالمي
لدى شعب السنغال، بمعنى اليوم نحن السنغال ما نحتاج اليوم الى كثير من الكوادر، بمعنى الان اي تحرك في مجال التنميه الاقتصاديه نستطيع ان نكتفي ذاتيا. دوله صغيره بحجمها، اليوم عندنا حوالي 10 جامعات وتقريبا ومعظم التخصصات المنتشره في العالم موجوده عندنا، وطلاب يدرسون عندنا طب والهندسه والمعماريه وغيرها من الدول حتى من شمال افريقيا، لا اتكلم هنا عن الدول الافريقيه الاخرى، كثير من الرؤساء والافارقه درسوا في السنغال. اذا شعب مثقف وله رصيد كبير جدا في هذا المجال، مجال الوعي الحضاري، مجال الوعي الفكري، مجال التعامل مع القضايا، مجال الانفتاح على العالم. وهناك عامل اخر كذلك وهو مرتكز مهم وهو المرونه. الشعب السنغالي يعتبر بانه شعب مرن في تعامله مع الاخرين وفي تقبله للاخر وفي انفتاحه للاخرين وقدرته على الاستفاده من الاخر وهضم ما استفاده من الاخرين. هذا اذا كذلك عامل اساسي في هذا الجانب. والعامل الاخير هو عامل انه له يملك رصيدا من الإرث الحضاري والعمراني والتمدن، حيث كان شاهدا وحاضرا في الإمبراطوريات الإسلامية التي قامت في المنطقة، مالي وغانا وغيرها، ثم كذلك محاولات الإصلاح والحركات الجهادية في مقاومة الاحتلال الأجنبي، ثم حضور العالم الآن إلى السنغال وجعل وكونه دولة منفتحة للعالم يعطيها ويعطي أهلها فرصة لإنضاج بعض الأفكار. حتى هناك مقولة رائجة في الدول المجاورة، إذا أحتجت إلى أي دراسة أو شيء إذا إلى السنغال وخذه طازج تأتي تطبقه عندك، ما تحتاج إلى تقوم بدراسات وأبحاث أخرى. هذا إشادة بالمستوى الرؤى والأفكار والإنتاج والعمق لدى الشعب السنغالي، وليس تزكية إنما هو واقع تحدث عنه. لكن كل ذلك دكتور كما تعرفون يحتاج إلى اقتصاد قوي. صحيح. والاقتصاد السنغالي لا أعرف مدى قوته، لكن هناك دائما مقومات لأي اقتصاد قوي في العالم. هل تعتقد بأنه سيتم استثمار ما تحدثنا عنه سابقا من موارد اكتشفت مؤخرا في البلاد؟ السنغال كانت دولة فقيرة تصنف من حيث الموارد، لأنها كانت تعتمد على السياحة وعلى الزراعة وعلى بعض المناجم من الذهب والفوسفات، هذه المجالات الأربع تقريبا، تصدر السكر، تصدر بعض الأشياء إلى الدول المجاورة، الطماجم مسلسل آخره، لكن أساسا كانت تصنف دولة فقيرة من حيث الموارد. شعب ذكي وشعب مهاجر وشعب يبني بلده من المهاجر، ومع ذلك كانت دولة تصنف فقيرة من حيث المصادر. الحمد لله بعلم في السنوات الأخيرة تم اكتشاف أرصدة كبيرة جدا من النفط في الداخل البلد، وهذا الاكتشاف يستمر لأنه المنطقة كلها ممتلئة بالخيرات، غرب أفريقيا كلها، وكذلك الغاز الآن في آبار غاز الآن كبيرة جدا في حدود موريتانيا، وهناك شركة مشتركة بين البلدين سيبدأ الإنتاج العام القادم. الآن السنغال منذ أسابيع دخلت الدول المصدرة للغاز عضوا مراقبا، وكذلك دخلت كذلك منظمة أوبك بلس كذلك عضوا مراقبا، إذا التصدير سيبدأ العام القادم، وهذا سيغير طبعا، وهذا لما يتغير الوضع على هذا المستوى هناك مخاوف طبعا وهناك قلق، لأن الدول التي فيها مصادر غالبا يكون فيها هناك صراع، يعني نوع من الطمع، نعم، محاولة فرض الوساية ومحاولة استغلال. لكن نتوقع أن العالم تغير الآن، في تعدد من الشراكة وتعدد من الجهات المتعاونة عليها، وهذا يقدم حماية كبيرة، بدلا من أن يسيطر علينا الشركات الفرنسية مثلا أو الشركات الأمريكية مثلا، هناك الآن رؤية جديدة ونتوقع أن تساهم كذلك مع الوعي والعوامل التي تحدثنا عنها والإرادة السياسية والإرادة السياسية طبعا. الآن في جيل جديد من القيادة لا تخضع للهيمنة الغربية وللإملاءات الخارجية، فنتوقع أن يشكل كل ذلك حماية إلى حد معين. لا ندري بأن الحماية ستكون 100%، هذا صعب اليوم في العالم، لأن حتى الدول المتقدمة في أماكن معينة في العالم، في اليابان وفي إيطاليا وفي دول أخرى، لا تسمعوا بالحماية الكاملة، وإنما هناك ثغرات تتسلل منها هذه القوى. إذن للعموم نستبشر خيرا. ماذا عن أفاق العلاقة بين السلطة والتيار الإسلامي في السنغال؟ هذه العلاقة مرت بمراحل، مرحلة الاستبعاد أيام سنغور كان رئيسا مسيحيا حكم دولة مسلمة لظروف مرت بها الدولة والقارة بشكل عام، بعد الاستقلال نصبوه تنصيبا
فحكم البلاد الى عام 1980 فتخلى او دفع الى التخلي عن الحكم، لانه في تلك الفتره لاحظوا ان التيار الاسلامي كان يصعد بقوه، حتى كتب احدهم سنغال غدا الملالي في ظلال الثوره الايرانيه، فكانوا يخافون ان تكون السنغال ايران الثانيه. وهنا دفع السنغال الى ان يتخلى حتى لا تكون هناك ارتدادات وأصداء لما كان يعتمد في الأمة الإسلامية من محاولة العودة إلى الإسلام واستدعائه لتتأسس منظومة جديدة في إطار المنهج الإسلامي. إذن فهذه المرحلة كانت مرحلة استبعاد الإسلاميين من حيث المفهوم، من حيث الأطر، ومن حيث التيار، ومن حيث الأفكار. لكن كان هناك تعامل مع التيار التقليدي الصوفي، وإن كان هذا التعامل ينبني كثيرا على استثمار ما لهذه القوى الإسلامية من نفوذ وتأثير في المجتمع، بمعنى توظيفها توظيفا إلى حد كبير، رغم أن بعض القيادات من هؤلاء الصوفية قاوموا السنغور وتحدوه ونجحوا إلى حد معين. ثم المرحلة الثانية مرحلة انفتاح نسبي مع الرئيس الثاني للسنغال هو عبد الجوف، فسمح للناس بالحديث وسمح لهم بالتظاهر وسمح لهم بتكوين جمعيات إلى آخره، وبمعنى التيار توسع ومساحة الحريات توسعت كذلك. فهذه المرحلة ممكن نسميها مرحلة الانبعاث الأول، الثمانينات 1980 إلى 90 إلى بعد ما بعد ذلك. إذا عام 2000 سقط رئيس عبد الجوف في انتخابات نزيهة وجاء خلفه الديمقراطي وكان هو يرأس الحزب الاشتراكي، وهنا انفتح الباب كذلك أكثر، فأصبح التيار الإسلامي له مساحة أوسع، وحتى الدولة أصبح تعاملها مع التيار الإسلامي أحسن. لكن أحسن الآن تعامل مع التيار الإسلامي والانفتاح عليه وإشراكه في الشأن العام للدولة وللوطن، والرئيس الحالي هو اسمه سيد مكي سال، سيزور تركيا ابتداء من اليوم، فساعد لافتتاح السفارة السنغالية في أنقرة، وله علاقة قوية الآن مع حكام العالم الإسلامي، والرئيس السابق كذلك فتح المجال كذلك للتعدد الشراكات مع الدول الإسلامية، تركيا وغيرها من دول العالم. الآن أنا في تقديري المساحة الموجودة الآن بالنسبة للحركة الإسلامية أو التيار الإسلامي الإصلاحي في السنغال مداه واسع جدا، فيتوقف الأمر على الإسلاميين وليس على الدولة وليس على النظام الحاكم، لأنه ليس هناك الآن حجر أو تحديد المساحة أو المسافة التي يمكن للتيار الإسلامي يتحرك فيها. بهذه المناسبة أتوقف هنا لنتحدث أكثر عن المنتدى الإسلامي للتنمية والتربية في السنغال، وأنت الأمين العام لهذا المنتدى. كيف نشأت فكرة هذا المنتدى وفي أي مجالات يعمل؟ المنتدى هو امتداد لجهود أخرى للتعريف بالإسلام من جديد ولإعادة تنظيم حياة الناس وعلاقتهم بالإسلام وتحسيح بعض الأخطاء اللي كانت موجودة وإعادة الأمور إلى المسار الصحيح للحياة الإسلامية في السنغال وفي غير السنغال. إذن في هذا الإطار طرح المصلحون الذين سبقونا إلى الساحة تراه أفكار مستمدة من اجتهادات ومن تجارب أخرى في العالم الإسلامي في مصر مع الإخوان المسلمين في حركة الإسلام في الجزائر مع ابن باديس وغيرها، ومن المغرب ومن الجزيرة العربية ومن الحجاز تحديدا. إذن فهذه الجهود التي وجدناها أنها بدأت تتحرك في الساحة حتى قبل الاستقلال، وساهم هؤلاء الرواد في المطالبة بالاستقلال، فهنا انسجمنا مع هذا التيار واستفدنا من جهودهم، وهنا طرحنا على مستوانا. وهناك جمعيات أخرى موجودة في الساحة السنغالية إسلامية جيدة قوية ولها حضورها ولها أطاؤها، فطرحنا فكرة المنتدى الإسلامي للتنمية والتربية، وركزنا العمل على إعادة بناء الشخصية من خلال طرح مشروع إحياء التعليم القرآني في السنغال. القرآن منتشر وخاصة في الشمال، والناس يأخذون إجازة في مقرأ الإمام نافي من خلال رواية ورشة وقالون ويتقنونه، لكن مع ذلك الضغط الثقافي الذي مارسه الفرنس الغرب عموما وفرنسا خصوصا جعلت التعليم العربي الإسلامي يضعف بعض الشيء، وخاصة هناك قوانين سنة أيام الاحتلال الفرنسي لإضعاف التعليم العربي الإسلامي في السنغال. فقلنا البداية في طرح مشروع جديد لإحياء التعليم القرآني، هنا طرحنا نموذج سميناه بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الداخلية، بيضا من أن يعتمد التلميذ على نفسه في التسول في العمل للشيخ في مزرعته. قلنا طيب هاتوا أبناءكم،
هذا متخصص وعالم جليل في قراءة القرآن الكريم، دعوه يجلس، أنتم ادفعوا رسوم شهرية تكفي لإعاشته، لإعاشة الأولاد ولصحتهم ولسكنهم ولدراستهم، يتفرغوا خلال 3 سنوات الأكثر يحفظون القرآن الكريم ويأخذون التربية الإسلامية من الأساسيات، ثم يأخذوا الأساسية المنهج الوطني، ثم يتحولوا إلى الدراسة النظامية. ونجحت الفكرة، اليوم عندنا حوالي 25,000 مدرسة عربية إسلامية في السنغال منتشرة في معظم الأقاليم ومتركزة في تشتمل على كم طالب تقريبا؟ إذا المتوسط الآن يكون في حدود 100 طالب المتوسط، إذا اضرب هذا الرقم الآن ستجد رقما كبيرا جدا، حوالي 50 أو 60 أو 70 أو 100 ألف زيادة. نعم. من التلاميذ. نعم. ويتخرج مئات التلاميذ في السنة. والآن طلاب المدارس القرآن في السنغال الآن يفوزون في المسابقات الدولية. آخر مسابقة في دبي فاز فيها طالب سنغالي، وآخر مسابقة للبنات في ماليزيا فاز بها طالبة سنغالية، وثاني طالب فائز في السودان السنة الماضية كان من السنغال. إذن هناك الآن إحياء، تم إحياء تعليم القرآن في السنغال، وهؤلاء الآن بدأوا يتحولون إلى كلية الطب والصيدلة والهندسة والقانون، وهم خرجوا المدارس القرآن في السنغال. لعل ما تفضلتم به دكتور محمد هو حلقة في سلسلة طويلة يمكن ممتدة. تسميتها الاستئناف الحضاري. نعم. هذه الأمة كانت لديها حضارة ممتدة متجذرة، لا بد من استئنافها وإحياء هذا المشروع، مشروع الأمة الإسلامية الذي كان يقود العالم في يوم ما. عن هذا الموضوع ماذا يمكن أن نتحدث، ولا سيما أن هناك مؤتمر كان قد عقد قبل فترة وجيزة هنا في إسطنبول حول هذا الموضوع بعنوان الاستئناف الحضاري، يعني ما تقوم به من جهود إذا لم تكن في إطار هذا الاستئناف أعتقد أنها ستكون جهود موزعة ومفرقة لا فائدة منها. يطيب لي الحديث عن الموضوع، يعني ذو الأمان العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، وكذلك حضرت المؤتمر وقدمت في ورقة الاستئناف الحضاري في ما وراء الصحراء في الجنوب، في جنوب الصحراء. فيطيب الحديث عن هذا الموضوع. شاركت في المنتدى وفي المؤتمر وفي مؤتمرات أخرى. الاستئناف الحضاري اليوم مطلب أولي للأمة الإسلامية. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية عاشت أو أنشأت ثم عاشت في ظل حضارة بازخة، حضارة باسقة، حضارة وافرة، ليس فقط للمسلمين وإنما كانت للعالم. هذه الحضارة كانت ظلالها تشمل العالم. واليوم إذا تقدم الغرب اليوم فبفضل احتكاك الغرب بالحضارة الإسلامية في صقلية، في الأندلس، في أماكن أخرى، في شمال إفريقيا، فأخذوا منا مقومات الحضارة. للأسف الشديد الغرب كان انتقائيا، ولما أخذوا الحضارة وأخذوا العلم وأخذوا المعرفة وأسسها ومرتكزاتها ومناهجها كانوا يصرون على الذين كانوا يأتون لأخذ العلم عندنا أن لا يأخذوا القيم والأخلاق والدين. فنحن أكثر ذلك فعلنا لما ذهب أبناؤنا إلى الغرب للدراسة في فرنسا وفي أماكن أخرى، أخذوا كل شيء إلا السيء الحسن، إلا العلم، وإلا إلا القيم الصالحة، وإلا التفكير السليم، فجاءنا بهذه السلبيات. نعم. أقل ما نقول أقل. نعم. إذن فالأمة الإسلامية اليوم مدعوة إلى استئناف الحضارة، المسار الحضاري. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية سقطت ألويتها الحضارية، لأن كما أقول دائما ارتكبت أو وقعت في زلة حضارية. هذه الزلة الحضارية بدايتها كما يقول محمد قدر رحمة الله عليه هو نقطة الانحراف. متى بدأت؟ يوم تراخت قبضتها عن القرآن. هم كان الأمة الإسلامية أمرت فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك وليس خذ أو اقبض، لا، فاستمسك. ولم نقول نستمسك بهذا الحبل المتين من الله عز وجل. إذن قراءتنا للقرآن كان أصبحت قراءة باهتة، ففقهنا أصبح فقها ميتا لا يواكب نمو المجتمعات، فأصبح تفكيرنا سطحيا. ففي نهاية المطاف أصبحنا نجري وراء الغرب الأثار، كما يقول أحد المفكرين عندنا، يقول الغرب ممسوس والعالم يتغرب. الغرب ممسوس، مصاب بالمس، وللأسف الشديد كان المفروض أن نعالج الغرب من هذا المس، لكننا نريد أن نتغرب حتى نصاب بالمس كما أصيب الغرب بالمس. إذن نحن الآن واقفون على هذا التلة
التلاتل، إما ننحدر إلى الوراء وإما نتقدم إلى الجانب الآخر ونعيد بناء الحضارة الإسلامية. إذا الاستهداف الحضارة من أين يبدأ؟ من بناء الإنسان. اسمح لي أستمع إلى هذه الإجابة، من أين يبدأ هذا الاستهداف الحضاري؟ ولكن بعد فاصل قصير بحول الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور محمد سعيد باه، المفكر السنغالي الأمين العام للمنتدى الإسلامي للتنمية والتربية في السنغال. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بكم. كنا قد تحدثنا عن من أين يبدأ هذا الاستئناف الحضاري، وقلت من بناء الإنسان في البداية، تفضل. قبل أن نكمل هذه النقطة أقول الحضارة في تعريف الإسلام، ليس هناك فرق بين العمران المادي والحضارة، لأنه لا يمكن أن تقوم الحضارة بغيبة الإنسان. واليوم هذا الخلل البنيوي اليوم هو الذي ينخر فيما يسمى اليوم بالحضارة الغربية، لأن الإنسان غيب اليوم. الإنسان اليوم أصبح عنصرا تافيا، عنصرا مسيطرا عليه، موجها، عنصرا اليوم يمكن شراؤه من الأنبوب، ويمكن اليوم هذه الموبقات التي تسمى اليوم هي إفرازات حضارية، هي موبقات في الواقع. ولذلك لما نتحدث عن الحضارة في الإسلام يتحدث أول شيء عن الإسلام، عن الإنسان، وهذه التهمة الباطلة التي حاولوا أن يلصقوها بالحضارة الإسلامية، حاولوا أن يجيروا أو يسبقوا بأن الإنسان الإسلام لا يهتم بالإنسان. سبحان الله، خطاب القرآن كله من أول إلى آخره إلى الإنسان، عن الإنسان وللإنسان، إلى الإنسان وللإنسان وعن الإنسان. هذه خطاب المسارة الثلاثة للخطاب القرآني بالنسبة للإنسان. أول خطاب موجه للإنسان، اقرأ، من يقرأ إلا الإنسان. ثم أدوات الحضارة من إقراء ومن القلم ومن القيد ومن التعليم ومن علم الجنة، كلها في بداية سورة العلق. إذن فهنا بدأت مؤشرات الأولى لبناء الحضارة، الخطاب للإنسان وتوجيهه إلى أنه مصدر ومصب خيرات الحياة، يتلقى الوحي من السماء، ثم بعد ذلك أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ثم يعود ويكون عاملا لاستعمار الأرض بالمفهوم القرآني وليس بالمفهوم الغربي وليس بالنهب، وإنما لخير الإنسان الآخر. إذن نبدأ بالإنسان بتعريفه بنفسه، من أين جاء هذا الإنسان. وهنا حديث أن آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، وليس أنه من سلالة القرود أو الشمبانزي، لا بالعكس، فهو الإسلام يحدد لك من القرآن نصا أو نصوصا بأن الإنسان هو مخلوق مكرم، ومخلوق وجد في هذه الأرض ليكون سيدا لهذه الأرض، وهو سخرت له كل الأرض والسماء وما بينهما من حيوانات وكائنات، سخر لك ما في السماء وما في جميعا منه، الأنهار والغابات والأشجار والنبات، كل شيء مسخر للإنسان، أي تكرم للإنسان. إذن إذا كان الإنسان قد وعى دوره بأن كل شيء قد سخر له، فهذا الإنسان يجب أن يكون راقيا في تعامله مع هذه المسخرات. وهنا يبني الإسلام بناء حضاريا، أي تعامله مع هذه الكائنات، الاستفادة منها ورعايتها وحمايتها، وليس تحطيمها كما يحدث اليوم. لو كان الإنسان الحضاري مخالفة الفطرة مثلا، ليس مخالفة الفطرة الغرب، مخالفة السنن، السنن أيضا، السنن كذلك عم من الفطرة فقط، الفطرة البشرية من حيث العلاقات الجنسية وغيرها، لا، مخالفة سنن الكون، التدمير. لو كان الإنسان الحضاري المسلم المنطلق من الرؤية القرآنية للحضارة ما صنع قنبلة نووية، ما صنع قنبلة نووية. فهذا الإنسان يحافظ على كيان الإنسان وعلى بقائه إلى أن يأذن الله الأرض، أي أذن الله عز وجل بفناء الأرض حين يشاء. إذن فهذا الإنسان كما أقول دائما لطلابي، هذا الإنسان المتحضر يخالف ذاك الإنسان المتحضر شكلا. أنا أعطي هذا المثال دائما، وهو يقول أن الإنسان الأوروبي نظيف ومنظم ومكانه نظيف، طيب فلنأخذه في حقيقته، هذا الإنسان الأوروبي الذي لا يرمي منديل ورق في الشارع ويضعه في جيبه أو في سيارته حتى يأتي إلى مكان رمي النفايات ويرمي المنديل فيه، ماذا يعمل بعد ذلك؟ يأخذ كمية من النفايات السامة ويدفنها في أرض الغير، بمعنى هو مواطن صالح في بلده، ويوم يخرج من بلده ويتخطى الحدود يصبح مستعد
مفسدا الى اقصى درجه، ومستعد ان يرمي القنابل النوويه، ومستعد ان يرسل النفايات حاويات النفايات السامه في البلدان الاخرين، قدم ربوطا كثيره. نعم، اذا فهذا الانسان مفسد في الارض، ولذلك نهى القران الكريم الافساد في الارض. فهذا الانسان يصلحون ولا يفسدون. صور هذا الانسان دائما يصلح، ليس فقط يصلح لكن يرفض الافساد كذلك، لا يفسد ولا يقبل بترك الاخر يفسد. حديث السفينه، لما ركبوا السفينه واستهموا هؤلاء كان في على هذا الحديث، حديث حضاري يتكلم عن الحضاره، عن السلوك الحضاري، وليس فقط انا كأول في السفينه وحافظ عليها واحرص على ان تصل الى 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 مرساها، وانما ساخذ بيد من يحاول الخرق في هذه السفينه. اذا فهنا نبدا في احياء الحضاري، لكن ليس هذا فقط، وانما هذه البدايه، نقطه البدايه، الانسان واعاده تشكيله وفق المنظور القراني وربطه بقضايا الكليه للوجود، ونفتح عينيه على العالم. نعم. ثم بعد ذلك ننتقل الى ان نعيد قراءه هذا التراث الذي كدسناه نحن المسلمين، ثم كذلك لا ننسى التراث الآخر الذي كدسه الآخر، ونأخذ ما فيه من مناطق القوة، من مناطق القوة، ونجمعه إلى ما عندنا، فنعيد بناء أو صياغة الحضارة الإنسانية. الأمر الثالث، فنحن لا نريد تدمير أحد. استئناف الحضارة الإسلامي لا نريد تدمير، مخالف لفكرة التدمير أصلا. أبدا، بالعكس بالعكس، نحن نريد أن يحيا الآخرون في ظل الحضارة الباسقة الإنسانية، الحضارة الرامية إلى مصالح الإنسان. نريد الآخرون أن يتخلصوا من الشوائب ومن المساوئ ومن العناصر الفاسدة في عقليتهم وفي تفكيرهم وفي سلوكهم وفي تعاملهم. نريد أن يتدفقوا أو أن يتسابقوا إلى الخير، هذا المطلوب اليوم. ونحن لا نلعن الغرب، لا، فيه خير، في كثير في الغرب، لكن نحن نريد أن نخلص الغرب ونخلص الشرق من المسائل الموجودة فيها، بعد أن نتخلص نحن أيضا من عيوبنا. إذن استئناف الحضاري ليست مجرد مصطلحات أو عبارة جوفاء، لكن هناك اليوم استعداد في الأمة الإسلامية للتحول من حالة إلى حالة. فهنا نحتاج إلى قنطرة للعبور إلى الضفة الأخرى. من يصنع هذه القنطرة؟ هم المفكرون، وهنا دور المنتدى وغيره من المنابر اليوم في الأمة. وأنا أتوقع أو أعتقد جازما بأن كل فعل، سواء برنامج تلفزيوني أو قناة أو أي فعل إيجابي، سيكون مساهمة في الاستنهاض ثم الوصول إلى إحياء الأمة الإسلامية وإلى إعادة بناء الحضارة الإسلامية، مرورا بتحرير فلسطين التي تعتبر النقطة الارتكاز لاستحياء أو لإعادة بناء الحضارة الإسلامية. نعم دكتور، ما تفضلت به كلام غاية في الأهمية خاصة في هذا التوقيت، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك مجال واسع، وأن تأخذ الأمة هذه الأفكار وهذه البذور وتنثر في أصقاع الأمة العربية والإسلامية حتى تستوي على سوقها، وبعد ذلك يمكن القيام بمبادرات ومشاريع من أجل عملية الاستئناف الحضاري. وعلى سبيل المثال، لما نتحدث من الناحية السياسية أو الجيوسياسية، مثلا في أفريقيا الآن هناك نوع من الوحدة أو الاتحادات التي تقام، الاقتصادية وغيرها، هل تعتقدون بأن هذا يأتي من باب الاستئناف، يعني إعادة قوة هذه الدول ووحدتها الإسلامية والعربية، وبالتالي استئناف هذا الطريق؟ كل اتحاد حتى ولو كان بين شخصين، نعم، لا أتكلم عن بين حيين أو قريتين أو مدينتين أو دولتين، كل اتحاد يؤدي إلى القوة. نعم، لأن لا يمكننا أن نستأنف الحضارة ونحن متشرذمون. الحالة اليوم، هذه الحالة اليوم الموجودة اليوم، هل أنت مستبشر بالاتحاد الإفريقي مثلا؟ الاتحاد الإفريقي مستبشر. نعم. لماذا؟ لأن الاتحاد على الأقل بني على أسس صحيحة، وهناك أيدي تخريب تعمل في أرقلة الاتحاد. لكن أنا أعطيك الآن مثالا آخر، وهو أن الاتحاد الآن هو اتفاق كل إفريقيا وقار أكبر قارات العالم اليوم. نعم. بشريا، جغرافيا، من حيث الموارد الآخره، وهي مستقبل العالم كما قلت لك مؤانفا. لكن ضمن هذا الاتحاد الآن، هناك الآن اتحاد الاقتصادي والجمركي والمالي لغرب إفريقيا، من نيجيريا إلى السنغال اليوم هي الآن كتلة اقتصادية واحدة. أكبر سوق اقتصادي اليوم في العالم هو هذا السوق اليوم، من حيث الكتلة البشرية ومن حيث الموارد ومن حيث المواقع الجغرافية. إذا فهذا الاتحاد اليوم، أنا الآن أستطيع أسافر إلى 14 دولة ببطاقة التعريف الوطني. إذا هذا شيء
عملي الآن، وليس مؤتمرات أو نظريات أو تقارير تكتب وتحفظ، لا، اليوم متجسر. اليوم الآن هناك الوحدة الجمركية اليوم في هذه المنطقة، اليوم من السنغال إلى نيجر، اليوم وهناك اليوم وحدة الأملة الآن، مشروع الآن متقدم جدا، يوحدون العملة ويتخلصون من الرقة العملة الفرنسية التي تسمى فرانك سيفا، التي مواردها أو أرصدتها يذهب إلى الخارج، لا إلى الخارج، لا إلى فرنسا. هل هناك عملة جديدة يعني؟ في مشروع مرجد قريبا سترى النور إن شاء الله تعالى. إذن هذه الوحدة، ممكن هناك وحدة أخرى في الشرق وفي الوسط الآن، يمكن هذه الوحدة تتقوى ثم تندمج فيما بعد وتصبح القارة الإفريقية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ربما 50-30-40 سنة، لكن المهم هو أن يبدأ البناء من الأساس، وأساس البناء هو هذا الجيل الواعي بالمخاطر الخارجية، الواعي لما هو عليه وما يجب أن يكون عليه، فهنا البناء، ولا نستعجل الأمور ونذهب خطوة خطوة، لأن البناء الحضارة وليس مثل بناء ناتر سحاب أو بناء ملجأ أو بناء سيارة، يختلف، وهو بناء تراكمات وإفرازات وتحسيحات ومراجعات وإعادة البناء، ربما أحيانا تحطيم ثم الاستمرار كذلك بعد ذلك. وهناك ابن خلدون تحدث عن هذا البناء واستئنافه وتحركه إلى آخره. إذن يجب أن نستأنف البناء الحضاري لكن بعقلية واعية وصابرة. نعم، هذا الاستئناف يحتاج إلى قابلية المجتمعات. هل مجتمعاتنا جاهزة لذلك أم أنها تحتاج إلى مزيد من التأسيس؟ يعني الأعداء وخاصة منهم الصهاينة كانوا يقول أن العرب ستفشل ثوراتهم على سبيل المثال لأنهم ليسوا جاهزين، لأنهم ليس عندهم قابلية للتغيير. ولعل فشل الثورات مثلا أعطى يعني مثالا واضحا بأن هناك إشكالية ما، هل هذه موجودة في أفريقيا أيضا؟ أول شيء أنا لا أوافق أو لا أتفق مع من يقول بأن الثورات فشلت. ما معنى الثورات؟ الثورات هي فقط أن تثور الشعوب وتنزل الشوارع وترفع اللافتات ثم يفر الحاكم ويقول نجحت الثورات؟ لا، الثورات لا تنجح بهذه الطريقة. هذا فهم خاطئ للثورات، فهم خاطئ لتغير المجتمعات، فهم خاطئ لتحرك الحضارات والتقلبات والتحولات، هذا فهم خاطئ. الثورات تأتي على موجات وعلى دفعات وعلى مستويات وعلى مفاصل المجتمعات والأمم. قد تكون ثورة علمية تسبق ثورات أخرى، وقد تكون دينية، وقد تكون اجتماعية، وقد تكون اقتصادية. إذن فهذه الثورات يجب أن تتراكم. كل فعل ناجح في الحياة نتيجة التراكم. الماء ينزل قطرة واحدة لا تكاد تراها ثم تتحول إلى سيوف جارفة تجرف البنيان المرصوص. إذن ثورات المياه كذلك. نعم. إذن فهي تأتي قطرات قطرات، دفعات، موجات. إذن المجتمعات ولا سيما الإفريقية هي مستعدة وتستطيع أن تكون جزءا من هذه النهضة. أخي الفاضل، كل المجتمعات مستعدة. أنا لا أؤمن بهذه الفوقية. نعم. هذه النظرة الفوقية، المجتمع الفلاني مستعد والمجتمع الفلاني غير مستعد وهذه متخلفة 50%، هذا غير صحيح. المجتمعات يمكن تتحول إذا وجدت القاعدة، وجدت البيئة، وجدت المحركات والمحفزات في عشرة أيام. المجتمعات تتحرك بقوة. تحرك المجتمعات أسرع من تحرك القيادات. القائد يقيس ويفكر ويخطط وأحيانا بعض القيادات ويراجع ويخاف. نعم. نعم. أما المجتمعات هذه الحسابات ليست عندها. وأحيانا هناك مجتمعات وشعوب تسبق قياداتها بكثير كما تعرفون دكتور. طيب هنا نتحدث عن غياب القائد. نعم. القائد الآن بدلا أن يكون أمام، نعم، يكون خلف القطيع. نعم. هنا الإشكال. إذن كل المجتمعات العالم وليس الإفريقية والعربية كلها مستعدة. حديث مفيد وشائق دكتور محمد سعيد با، سعدت جدا بوجودك معنا في هذا اللقاء، نتمنى لكم مزيد من التوفيق إن شاء الله والسداد في هذا الاستئناف الحضاري وفي كل مشروعاتكم التي تقومون بها. فضيلة الدكتور محمد سعيد با، المفكر السنغالي الأمين العام للمنتدى الإسلامي للتنمية والتربية في السنغال، شكرا لك مرة أخرى. شكرا لكم ولقناتكم ولمشاهدكم. حياكم الله. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة في هذه الحلقة. تذكروا دائما أن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.